الجامعة الإسلامية بغزة دليل مع أخواتها الجامعات الفلسطينية على عظمة شعبنا وإرادته الصلبة. لم تكن الجامعة الإسلامية والتي أصبحت اليوم صرحاً علمياً شامخاً في سماء فلسطين لتبلغ الشأو العظيم الذي بلغته لولا توفيق الله تعالى أولاً ثم تضافر جهود الجميع. هذا يوم في تهنى سمعونا الزقف بالعالي، هذا يوم في تهنى، هذا يوم في تهنى. لا 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 أنسى رجلا له في قلوبنا مكانة عظيمة، نحن طلبة الجامعة، ملك عقولنا وأثر قلوبنا، صنع مجدا وحمل راية العلم والإبداع في جامعتنا خفاقة عليا، وأوصلها إلى بر الأمان. فأرجوكم أيها الخريجون والخريجات، ثقوا شكراً وعرفاناً في الجميل لربان السفينة وقائد الجامعة الدكتور كمالين كامل شعث رئيس الجامعة الإسلامية. شمائلها بالعلم والأدب، يا رب احفظها بالعين جامعة، يا رب زين شمائلها.
سوى الحرمين لبيك لبيك.